معي اليوم مشاهدينا في الاستوديو ضيفتي من سوريا لينا منعم، وهي مدير عام استوديو التصوير. اهلا وسهلا بك لينا، منوراني في انت ونبيله. شكرا جزيلا. حديثنا اليوم عن استعداد العروس للفرح وليله العمر، ما هي اكثر هذه المظاهر؟ اول شيء حابه اشكركم انه استدعيتوني لليوم لنحكي عن يعني ليله العمر، يعني هي اللي بتنطرى كل فتاه، يعني صح. كل العالم يعني مش العالم بس العربي. صحيح. فبيكون عندها كتير أفكار خطوات بتعملها لأنه يعني هذا أهم يوم بحياتها. صح. يوم ما حيتكرر، فبتكون يعني كتير في أفكار براسها، كيف بدها تجهز بالنسبة للصالة، لفستانة، مكياجة، شعرة، للتصوير، يعني كل تفاصيل كتيرة كتيرة كتيرة. هي بس العروس أكثر اللي بتاخد هذه المهمة صراحة. على عاتقها، يعني حتى بشوف أنه العريس بيكون مريح شوية، العريس ريلاكس بيدفع بس هو بس بيدفع. كم الوقت بتحتاجه العروس حتى تجهز هذا ليلة العمر وتشوف مثل هذا التفاصيل كلها اللي ذكرتها؟ والله هالشي بيختلف بين صراحة بين شخصية، بين عروس وعروس، يعني كلياتنا ما حدا متشابه، يعني بتعرفي. ففي عروس ممكن تكون هي اصلا منظمه، فبتكون قبل بوقت مجرد ما يصير فيها خطوبه فبتبقى حاطه يعني ليست انه بدي اعمل كذا كذا كذا، بتوصل ليوم العرس هي مرتاحه وكل امورها منظمه يعني. بس عادة يعني بخبرتي بهالمجال، يعني أنا مجال تصوير طبعا، فأنا بواكبهم بكل أمورهم، يعني بكل أمورهم. يعني حتى التصوير بياخد الآن خصوصا في أيامنا الحالية بياخد يعني مكانة كبيرة، لأنه مبدئيا هو اللي بيضل في الصور والفيديو هي اللي بتضل. هذا أنا كنت بدي أقوله، لأن العروس يعني بتعمل كتير أشياء وما حيبقى لها غير هذا التصوير، فوتو فيديو، يعني بآخر النهار اللي بكون صار لها سنة عم تحضر ما حيبقى لها غير هذا اللي هو بيوسع، يا بيكون كويس يا بيكون ما كويس. صح. فا إيه بياخد وقت، يعني بتراوح بين 3 شهور أحيانا لسنة والله. طيب خلينا نتكلم عن فستان العروس، يعني من خبرتك كم من الوقت بتضل تبحث عليه او تجهزه او تعمله؟ لانه كثير من اللي بيعملوه يعني سور ميزور، يعني بيعملوه بيحضروه على حالهم. طيب كيف كم الوقت بياخذ؟ يعني كمان من هوا كلامي مع يعني العروسات هي بعرف انه بياخذ في منهم شهر، في منهم يعني غالبا في منهم اكثر عم بيسافروا لبرا يجيبوا فساتينهم وكذا وبيظبطوه، فبياخذ اكثر لانه لو راحت يعني شافت ورجعت عملته على خلص. كمان بياخذ من يعني من شهرين احيانا 6 شهور كمان. واو. طيب احنا عندنا في المغرب القفطان بياخذ اقل شويه من الوقت مع انه تطريز يعني يدوي بيكون تطريزه معمول باليد. طيب هل هناك طقوس بتعرفيها لينا في هذا الاجواء اللي بتحضروا فيها العروس، بتحضر فيها لليله العمر؟ هل هناك طقوس بتقوم بها قبل، مثلا تعتني بشعرها، تعتني ببشرتها؟ اكيد في كثار منهم بيعملوا دايت مبدئيا. صح صح. فهل في اشياء بيعملوها يبتدوا قبل؟ هلا يعني بتعرفي هلا نحن يعني بهالعصر بيهمنا الصوره، فيعني كله مهتم قبل، حتى لو وحده مش مخطوبه يعني مو مخطوبه ولا هي، يعني كلياتنا بنهتم بالشكل، بالبشره. صح. بالشعر، فصار يعني الاهتمام مسبق بيكون، بس للزفاف بيصير يعني اوفر اهتمام اذا بدك، يعني بتهتم لبشرتها اكثر، بتعمل دايت اكيد اذا العروس بتبطل تاكل حلويات، بدها تبطل تاكل حلويات بعد العرس بترجع بتاكل اكثر عادي. فلا في اهتمام صراحه يعني. طيب هل في طقوس معينه في سوريا مثلا؟ بسوريا الوضع يعني عم بحكي عن قبل فتره يعني اسهل، يعني اسهل مو مثل الخليج، يعني الخليج في تفاصيل اكثر بكثير، يعني عدد المعازيم اكثر، يعني في بزخ صراحه اكثر يعني. فهذا كله بده تحضيرات اكثر. بسوريا هي ليله الفرح وليله الحنه كمان. الحنه ما في بسوريا، ما في بسوريا لا ابدا. طيب ابدا. انا عم بحكي على العاصمه يعني بال بقلب العاصمه واكثر يعني ما بعرف انه حدا عمل حنه يعني. طيب احنا عارفين انه يعني الطقوس هذه بتختلف من دوله عربيه لدوله عربيه، ومعنا اتصال هاتفي من المغرب من امينه حتى تحكي لنا اكثر كيف تستعد العروس يا امينه في بلدك المغرب ليوم زفافها. صراحة احنا عندنا كثير طقوس بتقوم بها العروس ليلة العمر، واول طقس بيكون طقس الحنة، لانه طقس كثير مهم بحياتنا بهذا اليوم، ايام الاحتفال يعني. بتكون مبدئيا يومين او يوم قبل الفرح؟ يومين. بيكون يوم قبل الفرح، يوم قبل الفرح بيكون هذا طقس الحناء. بتذهب العروس فيه للحمام المغربي، وبعد هيك للكوافور مشان، بس ما بتعمل مكياج كثير، المكياج بس خفيف مشان
مشان تطلع بالعرس كثير جميله. يعني حتى انه بيقولوا في بعض الاحيان انه لازم في حفله الحناء ما تقوم العروس بكثير من المكياج والمشطه حتى يكون في يعني فرق ما بينه وما بين يوم الفرح. شكرا على اتصالك، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. ومعنا اتصال هاتفي اخر من مصر هذه المره، معنا نيره. اهلا بك، كيف انت ونبيله؟ نيره، نيره قولي لي، هل اصبحت استعدادات اليوم مختلفه عن الاستعدادات اللي كانت بتقوم بها العروس قديما؟ شويه دلوقتي الموضوع بقى يعني الناس بقت بتعمل حاجات اكتر وبتحتفل بطريقه اسرع واجمد، والحاجات كمان طبعا بقت اغلى وكده. اغلى كتير، اغلى كتير طبعا. بس كتكوس يعني في حاجات لسه يعني لسه تراديشنال، بس في حاجات تانية لا اتغيرت قوي من ناحيه الفرح. يعني احنا لما بنيجي بنشوف فساتين او شكل او الميك اب بتاع مامتي او خالتي او عمتي او كده مع صحابي دلوقتي وهم بيتجوزوا، لا طبعا في اختلاف جدا. حتى ربما شكل الصور لينا تغير، كانوا الناس قبل الفوتوشوت الفرح غير فوتوشوت الان. اكيد 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 صراحة. انا بدي اعقب على كلامه بس صراحه يعني هلا كل شيء اختلف. يعني لو سالتيني الاسئله هلا من 10 سنين بجاوبك غير هلا. هلا صار في كله يعني بمتناول اليد، يعني انت فيك تفوتي بالسوشيال السوشيال ميديا بتقدري تعرفي كل شيء. البنات الصبايا من زمان كانوا اوفر ميك اب، الفستان كثير وازن يعني. هلا يعني سمبل، بتحسي العروس بتقدر تمشي بتقدر يعني بسهوله. حتى عم بتنقي ناتشرال، عم بتدور على كل شيء بسيط يعني، وهذا فعلا نفس الوقت وما عم بتغير من شكلها يعني، عم بتتمهيه هي بس طبعا اجمل يعني. حلو. شغله ثانيه بالنسبه للعنايه بالبشره، ما كان في اهتمام بالعنايه، هلا بتهتم بالبشره، ونحن هذا كثير بهمنا بالنسبه مثلا للتصوير. بالنسبه لعندي انا العروس اللي مهتمة ببشرتها كله بيبين، تعرفي هلا الكاميرات كثير حساسيتها عالية يعني عارفين الموضوع ده. انا هلا فيعني اقل يعني اقل غلط بالبشرة بيبين، واذا بدها تحط كثير ميك اب كمان بيبين. فالافضل انا بنصح كل عروس من صغرة يعني، من هي صار في ثقافة اصلا هالشيء يعني كلياتنا بنهتم كلياتنا بطبيعة الحياة، بس يركزوا اكثر على يعني حاجة الصحية للبشرة. حاجات الصحية حتى طبعا اكيد حلوة وتعجبها وتنبسط بيومها. اكيد كله بيعرف هلا، صدقي هلا بالسوشيال ميديا كله بيقدر يعمل سيرش على كل شيء، كله عم بيوصل للاختصاصين. بنصح نصيحة للعروس تروح يعني تروح للاختصاصي بكل شيء يعني، بالفساتين بالمكياج بالشعر بالتصوير اكيد يعني حتى ياخذوا العناية بالتفاصيل. ممكن يعني توصل يوم العرس، يوم توصل العرس منا ستريس يعني، تلاقي كل شيء مثل ما انا عامله، مو تجهز لمده سنه وبعدين تتفاجئ بالنتائج. تركز في الديتيل وبالاخر يكون عندها نتيجه حلوه. مزبوط. انا اشكرك جزيل الشكر على كل المعلومات. لينا منعم مدير عام استوديو تصوير، شكرا جزيلا لوجودك شاهدينا. اذا شكر كذلك لكم مشاهدينا ومتصلينا في كل حلقه. لا تنسوا أنكم تسجلوا بياناتكم على صفحة أنت ونبيلة على فيسبوك لكي نكون طوال الأسبوع معكم ونتابع مشاركاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي. سجلوا كذلك البيانات على فيسبوك، سنقوم بالاتصال بكم، وتابعونا على تويتر وإنستغرام. الحلقة المقبلة في الأسبوع المقبل، دمتم بخير.